عسل النحل له فوائد كثير، البعض منها في التغذية والطب والتجميل كمان، لكن في حقائق عن العسل ممكن الكثير ما يعرفها، مثلا ملعقتين من العسل ممكن تسبب خطر على الصحة، وبطبيعة الحال الكل عارف انه يفضل اكله في الصباح. وللأخوات النحيفات نحب نقول لكم ان العسل راح تبان نتائجه فيك لما تاكليه في المساء، وكمان لأصحاب الأوزان الزائدة نقول لكم أن استخدامه في المساج راح يساعد في خفض الوزن. الكثير من الفوائد والكثير من الأنواع اللي لابد نعرف محتوياتها والفوائد المنسوبة لها، ونتجنب استخدامه الخاطئ اللي ممكن يكون سبب في تدهور صحتنا. أكيد كلنا نعرف أن فوائد العسل لا تعد ولا تحصى، ولكن كيف نعرف العسل الأصلي من العسل المغشوش؟ خلونا نرحب بضيفنا الدكتور إبراهيم العريفي، المشرف على مختبر جودة العسل. أهلا بك دكتور. يا هلا وسهلا بكم وبالمشاهدين وحياكم الله. أهلا وسهلا بك. طبعا السوق مليان بأنواع مختلفة من العسل، وعسل جاي من مدري فين، وعسل بعلب وبالكيلو، وعسل ومن الجبل بالضبط. كيف نعرف نفرق بين العسل الأصلي والعسل المغشوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعرف العسل الطبيعي من المغشوش أو المغذى الصناعي بالتحاليل المخبرية. التحاليل المخبرية بالمختبرات اللي تبين لك أن العسل طبيعي أو أصلي، اختبار الكشف عن سكر الرطوبة، سكر السكروز، الجلوكوز، الفركتوز، الـHMF، الحموضة، مرعى النحل إلى آخره. هذه كلها إنزيم الدايستيز، كل هذه تبين أن العسل هل مطابق للمواصفات القياسية السعودية ودرجة جودته بالضبط. طيب يعني زي ما احنا شايفين وحضرتك جايب معك اليوم عينات من أنواع مختلفة من العسل، زي ما ذكرت أنه في عسل طبيعي وعسل صناعي زي ما فهمت منك، أنواع كثير. طب أنا كيف أعرف إيش النوع الأنسب أو المناسب أن الواحد يأكله في الشتاء تحديدا؟ صحيح، هو هذا أساس أني أنا جبت عينات أساس المشاهد يرى ذلك. فهذا مثلا عسل متبلور، العسل المتبلور هذا زي الزبدة، الناس يرون أنه سكر. هذا مو صحيح، بالعكس اللي طبيعي 100%، اللي هو عسل اللافندر، عسل القوقازي، عسل المجرى، عسل القطن، كلها تتبلور. كيف قوامه يا زي الزبدة وحالي جدا وجيد. عسل هذا برضو أنواع من السدر، لكن المشكلة هي لأنه فيها أنواع من العسل تشوفها زي العسل لكنها سكر، ما لها علاقة بالنحلة. أيوة. هذا برضو نفس النظام، جلوكوز مصنع هذا من الأعلاف. هذا اللي بنشوفه لما بنحطه في الثلاجة بيصير زي كده بيتكتل. لا مو بس كمان. دليل، مو دليل أنه أي شيء في الثلاجة يتبلور أنه مو طبيعي. لا، هذا عسل النحل أخذ محلول سكري في مصنع أحد مصانع الحلويات اللي ينتج حلاوة النعناع معها مادة خضراء، فشوف زي لأنه على أخضر شيء. أيوة. أنا أول مرة أشوف عسل أخضر بصراحة. إضافة إلى أن النحل لو تحطيت له مشروبات غازية وفيها لون أخضر طلع لك برضو هذا. أحط النحل غذاء مشروبات غازية؟ يحطون مشروبات غازية، يحطون طبعا بدون ذكر اسم معروفة، سكريات، ثمار مخلوطة كذا. لكن العسل الطبيعي يجب أن يكون من الزهور. من الزهور. من الزهور، والزهور تختلف، هل هي مزارع أو يعني مثلا من الأشجار أو من الجبال، فأفضل شيء اللي هو الجبال. فاتخذي من الجبال بيوت ومن الشجر وما يعرشون. يعني لو اختلفت الزهور اللي قاعدة تقدم كغذاء للنحل، هل يختلف العسل؟ طبعا قيمته الغذائية يختلف، قيمته الغذائية والدوائية، لأن كل زهرة خاصة الأعشاب الطبية لها خصائص علاجية تختلف عن الأخرى. فصنفت أطلس العسل الآن، طلع يعني من حوالي شهر تقريبا، وموجود في مكتبة جرير وفي النحل الجوال في المختبر. كل نوع من أنواع العسل سويت له صفحة، صورة العسل والزهرة والأشجار والخصائص العلاجية والموقع الجغرافي له بقدر الإمكان اللي استطعنا أن نجمله في هذا. طبعا العسل أنواعه كثير، وأغلب الناس الآن المشاهدين يقول لك والله اللي في السوبر ماركت إيش يسوي فيه؟ صحيح. سوبر ماركت عسل طبيعي ومر على الـSFDA هيئة الغذاء والدواء وحللته طبيعي ومن النحل، ولكن عرض لفلترة وحرارة تقلل شوية من خصائصها العلاجية، لكنه طبيعي عسل من النحل. بعض الناس يحسب أنه مصنع زي العسل هذه، لا مو صحيح. عسل
يعني لا صار الانسان بياخذ من احد الباع الجائلين اللي عند المساجد، لا ياخذ من هذا افضل له. وبعدين في دول الموثوق فيها في المملكه او في من المانيا او من نيوزيلندا على سلمان مانوكا هاني. مظبوط، في براندات كبيره يعني بالضبط هذا مانوكا من كثير هاني. الناس مؤخرا في السوشيال ميديا بيركزوا على عسل المانوكا انه فوائده خصائصه اقول لك شغله، هم النيوزيلنديين جيدين بالتسويق وانتاجهم كله حوالي 12 طن او مدري كم، صاروا يعلبون يودون لاوروبا، المهم زاد الانتاج هذا اطنان كثيره ما ادري شلون دخل. ايوه فالتي تري شجره الشاي هذا هو انتاجها، ويسوي بلس 10 بلس 15 بلس، هذا تصنيف لانواع عسل المانوكا حسب الروت او الجذور حقت الشجره وقوتها. وفي باحثين لهذا المجال، فاحنا برضو المفترض الى انه احنا صح ما في غطاء نباتي عندنا في المملكه الا اذا جاء مطر في نجد او في الجنوب موجود وفي الطائف، ولكن اصبح الانتاج يزيدونه بالتغذيه الصناعيه. فاصبح على على حساب الجوده يحط سكر، يحط مشروبات غازيه، واحيانا هو ما يغذي النحل يروح دائره قطرها 5 كيلو فيروح ياكل من جارك. وفي افتراس ما بين النحل، وإضافة إلى الممارسات الخاطئة في فرز العسل من الشمع أو العلب نفسها المفترض إلى أنها زجاج أو ستانلس ستيل. البلاستيك الغذائي برضو ممكن زي كذا إيه، لكن في أنواع من العسل، فيه العسل الحضرمي الأول، العلب الحلوى المصدية وكذا، هذه ألمنيوم برضو تتفاعل مع العسل تفرز أكسيد الحديدي، فالمفترض ستانلس ستيل أو زجاج. العسل نفسه زجاج، الفرز ما يكون بالشمس أو بالأيدي لأنه برضو يلوثه أكيد. فالتخزين على 25 درجة فأقل. فالعسل يمر بسلسلة من الجودة زي الأيزو من وضع المناحل حتى يصل إلى المستهلك، يجب أن يحافظ عليه حتى أنه يصير طبيعي أو مو طبيعي. طب إحنا نعرف يعني دكتور أنه العسل فيه كثير أنواع، إيش هي ممكن تقول أفضل أنواع العسل اللي نقدر ناخدها يكون فيها جميع الميزات الغذائية والعلاجية؟ العسل يحتوي على أكبر يعني عدد من المكونات أو الخصائص موجود في العسل من المواد الغذائية كلها، تتخيلوا كم فيه من مادة هنا في العسل؟ يعني إذا ربنا قال فيه شفاء للناس فيه فأكيد شفاء. يعني كل حاجة موجودة فيه كم يعني رقم يعني 50 60 كم مادة؟ كم مادة؟ كم مادة أو عنصر غذائي مثلا في تمييز معادن؟ أنا أقول 100 عاد ما أدري، أنا أقول 100 70 كم؟ 70 80 من يزود 50 لا 181 181 فوق ال 100 يعني فهو 181 ما بين فيتامينات معادن انزيمات امينو اسيد اورجانيك اسيد اللي هو الاحماض العضويه اضافه الى الالوان انواع السكريات حوالي كذا نوع من انواع السكريات من الرحيق النحل ياخذ من الرحيق الزهره، ورحيق الزهره فيه سكر اصلا صح، والا ما تتكون الثمره مثل التفاح والبرتقال وفيها سكريات. فالكوكتيل هذا اللي الله خلقه سبحانه وتعالى وزي ما يقولوا واوحى الى النحل انها تجمعه وكذا سخره للانسان انه فيه شفاء. والشفاء هذا مو بس في العسل، في منتجات النحل يخرج من بطونها شراب مختلفا الوانه بطون النحل فيه شفاء للناس. طبعا انواع الا المنتجات غذاء ملكات النحل، غذاء ملكات النحل العكبر اللي هو البروبلس وشمع النحل واللي هو العسل والشمع وسم النحل في كتيب برضو عنها، حتى سم النحل كمان في ماده علاجيه. اي نعم يخرج على هيئه سائل ويتشكل، ولسعات النحل فيها انجكشن ومنها كريم ومنها النحله نفسها ورخيصه. يعني في بعض الدول اللي يعني فقيرة وكذا في أفريقيا يستخدمونه كعلاج، وحتى الدول الغنية يستخدموه، ولم يرخص إلى الآن في المملكة، ولكن بجهود أحيانا ذاتية من في استراحات الناس تلسع ويلسعونه المفترض تحت إشراف طبي وناس خبراء يعرفون وين مثلا النحلة بالضبط، ويكون اختبار حساسية قبل بالضبط. لأن دكتور لو أنت مثلا كنت في محل وقرصتك نحلة بتورم وبتتنفخ وكذا، فكيف علاج؟ لأنه يجب أن يكون في من كل 5 ملايين شخص ممكن شخص حساس لسم النحل، فلسعة خلال 20 دقيقة ممكن يفقد حياته، هذا حساس. وحتى غذاء الملكات حتى الاشياء الاخرى زيه زي السمك وزيه. فالمفترض الى انه
الحساسية مثلا لسعة نحل وخلال 5 ثواني تشيل الإبرة وتشوف إذا في تحسس خلاص تعطيها الكورتيزون والأنتيهستامين وكذا. إذا ما في لسعة وتدريج. طيب إيش اللي ممكن تعالجه لسعات النحل؟ الآلام، العضلات، الركب، لوح الكتف، إضافة إلى بعض الأمراض العصبية، في تشنجات، آلام العضلات، كلها فيها الحقيقة خوارط خارطة. بس ما تموت النحلة لما أنت إلا تمر الله. أنت عارف إنه هي تبغى نحلة تقرص. لا بس أبغى نحلة تقرص بس إذا هزعل عليه. بس كمان دكتور يعني في حاجة. لما احنا نبدا نستخدم انه النحل نفسه كعلاج انه بالقرصات عشان نستخدم ثم النحل كعلاج احنا مو كده قاعدين يعني نأزم نسوي ازمه في وجود وتواجد النحل. لا ما في شيء اصلا. هي اعدادها بسيطه اللي للاسع اللي يبيد النحل وشه اللي يبيد النحل المبيدات المبيدات والرش بالطائرات اللي يبيد المبيدات اللي يبيد النحل ويهاجر ويتركك برضو بعد ما جت التقنية والتلوث الكهرومغناطيسي من أبراج الكهرباء والجوالات وكلها فأصبح النحل لأنه يمشي على الذبذبة فصار يختلف مساراته فما عاد يمشي. طب دكتور إبراهيم يعني بنعرف أنه عشان الواحد يستفيد من القيمة الغذائية للعسل بيروح لطرق كثيرة متنوعة. في ناس يشربوه على الريق مع موية دافية أو في ناس يحطوه على الصرة في ناس يعني لي طرق مرة كثير. فلو تشرح لي إذا فعلا هذه الطرق صحيحة أو لا ومعلش أنا سألتك هو السؤال أنت ما جاوبتني عليه إيش العسل الأفضل في فصل الشتاء. فأبغى أعرف قديش الواحد في الشتاء ممكن يستفيد من العسل. أولا نبدأ بالشتاء. طيب جميع أنواع العسل ممكن تستخدم للشتاء لأن هي الإنتاج اللي خاص للشتاء برضه موجود مثل القوقازي هذا الأبيض المتبلور كويس للشتاء على فكرة كويس للبلغم. عسل الحمضيات لأن فيه فيتامين سي كويس برضه للشتاء ومناسب لأنه يطلع برضه مع البرتقال مع الليمون. لكن جميع الأنواع ما فيه نوع معين مخصص للشتاء ولكن فيه مشروبات وفواكه خاصة. أما بالنسبة لي سؤالك الثاني اللي هو طريقة استعمال العسل بأكثر من طريقة يعني على الريق ياخذوه على الفم هو الأفضل يحلوه الأفضل إلى أنه يأخذ على الريق مع موية دافية أحلها في الكاسة في الكاسة وتشرب يفضل الملعقة خشب مو حديد برضو. يا هالملعقة وراي في كل اللقاءات الملعقة بقولها لك نعلق عليها إلا إذا الإنسان عنده حموضة أو قرحة يأخذه بدون ماء حتى يمكث في المعدة ويعالج لك الجدار الداخلي للمعدة على أساس أنه مع الماء يمشي للأمعاء. برضو في وقت ثاني قبل الغداء بساعة في برضو عند النوم في ناس تحب بتأخذ العسل عشان تسمن ممكن يأخذ برضو 3 مرات في اليوم على أساس السمنة أين عشان يزيد وزنه اللي هم وزنهم ضعيف بس بأكمل اللقاء هالنقطة دي أكيد. برضو ممكن يكون الإنسان أكل وعنده تلبك برضو يأخذ العسل بعد الغداء على طول وبرضو يعني يجيب نتيجة معه لأنه يغلف الأنزيمات والأحماض اللي أفرزت. بالنسبة لسؤالك اللي هم يحطوا نقطة في السرة هذه هل لها طريقة فعلا إنه ممكن الواحد يستفيد منها؟ هذا السرة السرة يعني انتشرت الأشياء هذه هو فعلا يفيد لبعض الأمراض نتحط في الليل ويحط عليه بلاستر إلى الصباح وهذا ينفع مع الحبة السوداء لسرطان المعدة وينفع بس أنه على حسب الجسم على حسب هالحالة نوعية العسل الطلح مثلا ما تصلح للطبيعة الحارة تصلح للطبيعة الباردة لأنه حار. في أنواع من العسل السدر أو البرسيم يصلح للطبيعة فمو كل الأجسام يصلح لها كل الأنواع ولو كل الناس يصلح لهم برضو العسل على السرة. بالنسبة للملعقة أثاروا حولها جدال كثير وفي الكويت وهنا وفي فقالوا بعض المحلات الله يديهم طلعوا مقاطع عشان يلفت النظر لنفسه لا تستخدم الملعقة الحديد فقط الخشب وما أدري إيه وكذا. أنا بقول لك نقطة أولا الخشب هيتلوث أصلا لو ما تنظفه كويس صحيح. إلا إذا كان أنك حاطه على طول في الزجاج زي البوفيه المفتوح مثلا في الفنادق زي دي اللي موجودة عندك على الكتاب هذه بس إحنا حطيناها موجودة دي دائما محطوطة بس إنه أنا أقصد إن هذه يعني مي خشب طبيعي حتى إنه يعني يترسب العسل فيه. أنا بقول لك شغلة هالحين البلاستيك ينفع ممكن تاكل بالبلاستيك وممكن بالستانلس ستيل ملعقة المعدن هذه ما فيه ستانلس ستيل أصلا ما في رياكشن ثواني إلى أنك تأخذ العسل صحيح. فما في رياكشن الناس يعني هبلوا بالناس الملعقة الخشب ما فيها شيء. ثانيا أنت تطبخ بقدور ستانلس ستيل صحيح طبعا وغذاء حمضي
وفي طماطم ويحصل إميجريشن من ذا إلى هذا. طيب إيش معنى الملعقة اللي بس ثواني؟ وبعدين في ناس عندهم قدور لا هي ستانسستي ولا زجاج زي المعدن، يعني له 30 سنة ويطبخ في القدر المعدن وأكل القدر كله أصلاً تأكل من الطبخ. فوقفت على ذي الأواني يجب أن تعتنى في المطبخ، حتى أواني سواء الملاعق سواء المغارف سواء القدور القديمة اللي ما هي ستانسستي هيحصل رياكشن. فمي ما وقفت على ملعقة في ثواني بعدين تغسل. طيب دكتور طبعا خليني أسألك عن العسل وجمال المرأة، هل تظهر لنا نتائج العسل وفوائده إذا أكلناه ولا لازم كمان نحطه على البشرة؟ بوث كل الاثنين، أول الأكل لبعض. جيد ثانيا وضعه على البشرة وممكن في عدة تركيبات له، ممكن مع الزبادي صحيح وهذا فيها وصفات كثير، ممكن يخلطوا مع الزبادي وتاكل الزبادي بقى مثل الربع ولا نصف، ينظف البشرة تنظف بالماء الدافي وتنشف ثم يوضع قناع من العسل والزبادي عليه، وهذا أفضل شيء لأنه العسل فيه أولا أنزيمات، فيه سكريات عالية، فيه يعني مواد برضو حامضية، والزبادي فيه مواد حامضية لاكتيك أسيد وفيه بكتيريا نافعة، فمع مع بعض المزيج هذا هيسوي تنقية للبشرة وإزالة للبثور والدهون. أنا والله حطه في عيني. نعم إعادي. الزبادي ولا العسل؟ العسل. بالنسبة للعين نعم يقطر في العين ولكن كمباشر لأنك تحط العسل هي طبعا حار جدا حار، لكن تخلطه مع يعني 50% ماء مقطر أو ماء صحة وتوضعه وتحضر القطرة كل يوم، هذا برضه لها تأثيرات وكانت دراسات الماجستير. بس أقول لك دكتور على قد ما العسل يحرقك في عينك على قد ما مثل ما تكون عينك عندها التهابات أو كذا أو مثل هو للرمد الربيعي والتراخوما وكذا جيد والتهابات، مثل ما أنك تاكله برضه أحيانا يقرصك في المعدة شوية، هذه برضه في تقرحات في المعدة بسيطة، فالعسل برضه يعالج التقرحات إذا أخذته بدون. طيب يا دكتور إبراهيم لأنه وصوني يعني يبغوا يعرفوا من جد في الكنترول إذا العسل يعني في مثلا طريقة معينة أو نوع معين من أنواع العسل اللي يستخدموه عشان يزيد الوزن. كل الأنواع تقريبا تشترك في حوالي 90% من الخواص، ولكن اللي يزيد الوزن الوجبات الفطور الغداء العشاء، يعني وبعدين مسألة زيادة الوزن هذه مثل ما أن الناس أو المجتمع يعاني من السمنة برضو يعاني من النحافة على فكرة صحيح. فيها نسبة كبيرة صحيح. فالإنسان أولا على حسب الهرمونات والتحليل والغدد، ثانيا اللي هو الوراثية الأشياء الوراثية من الأب والأم أو الجد، إضافة إلى حرارة الدم العصبية، أحيانا في بعض الناس حار دمه أجل ما هتسمن هي لأيه ما هتسمن بالضبط لأن حيفا مرة وتعصب إضافة إلى أنه فيه بعض الناس ما يفطر أصلا والفطور معروف إلى أنه مفتاح الوجبات صحيح. مفتاح للكبد يفتح النفس، فإذا تغذيت صح وبين الوجبات صح وبعدين توازنت مع عقلك الباطن والعقل الواعي واللاواعي وهدأت نفسك هتمتص غذائك صح، وإلا هيصير عندك قولون عصبي وما تمتص غذائك صح تدخل في دوامة القولون العصبي، وهذا علاجها برضو بالعسل أو بمنتجات النحل. فيبغى لك غذاء وثلاث وجبات وبين الوجبات وجبتين سمعتي؟ إضافة إلى الرياضة، ترى الرياضة للنحيفين كويس مشي وشرب الماء لأنه أحيانا الناس تتغذى وما فيه موية يشربوها فكيف يحصل أبسوربنس أو امتصاص. طيب دكتور إبراهيم اسمح لي أسألك هذا السؤال يعني جدا مهم، إحنا عارفين خصوصا العسل لما يكون طبيعي وعسل أصلي عسل أصلي ومأخوذ من مصادر موثوق فيها أسعاره غالية، إلى يعني ممكن يوصل إلى كم سعر العسل الطبيعي الأصلي؟ ألوف لا 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 للأسف إنه الناس ربطت السعر بالجودة في الملابس وفي العسل، لا ترى السعر والموقع الجغرافي والسعر ليست هي المؤشر للجودة، قد تذهب برا المملكة وتحصل بدولارين صحيح. الكيلو أو بعشرة دولار وطبيعي، قد تشتري من هنا من محلات باع جائلين ويضحك عليك وتجده جلوكوز ما له علاقة بالعسل، فلذلك السعر مو هو المؤشر للجودة، هي التحاليل المخبرية، إضافة إلى أنه كل ما انخفض سعر العسل وجودة عالية وموثوق والثق هنا ممكن إلى أنك تقول والله هذا العسل الجيد، أما والله أدفع فلوسي يعني في حالات نصب واحتيال عسل جاي من برا ورخيص ويحطونه في قدور يحطون معه برضو مثلا نحلتين وما أدري إيش وكذا ويبيعونه على أنه محلي من الجنوب يأخذ 3000 ريال في القدر 4000 يلعبوا على المصطافين الخليجيين، ولما يحلل في المختبر نجد فيه
مصادر زهرية لا طبيعي، بس مصادر زهرية مثل الصنوبر، صنوبر ما في الجنوب، ما عندنا صنوبر من تركيا. فأنا ما أسب في التركي ولا في الكشمير ولا في غيره، لكن أقول لك أنك ما تدفع شيء وبعدين يصيبك الغبن لأنك دفعت شيء ما هو في مكانه. فعشان تعرف أن العسل طبيعي وأنت براكي تتساءلون أنه تشوف البرطمان هذا مثلا أنه لا يكون فيه طبقة رقاوي هنا. هي الرغوة رغوة هنا زي الصابون، معناته تخمر أولا. إضافة إلى أنه مو خفيف العسل، إذا خفيف زي الماء اتركه لأنه هيتخمر وينمو فيه الفطريات وتنمو فيه برضو البكتيريا. بعده لا يكون فيه شوائب غريبة أو شيء غريب أو كذا، وطعمه لذيذ. ثم بعده يعني ما تشتري، إذا ما عندك مختبرات تشتري كمية يعني بقدر الإمكان حاجتك في وقت معين. ما تشتري والله كميات كبيرة تقول والله أنا بوزع على الناس لا مو صحيح، يمكن تنخدع فيه. صحيح. كنه جلوكوز أو غير صالح للاستهلاك الآدمي، معرض لحرارة وملوث بالفطريات. يعني هل العسل له تاريخ صلاحية، تاريخ انتهاء، ولا العسل الأصلي ممكن يعيش سنين؟ والله فيه عينة عسل وجدت في مقابر الفراعنة لها 4000 سنة وصالحة للأكل، ما حللت، هي كمية صغيرة دكنت لونها لكن صالحة لأن هي في قبور وعليها مثلث وفي. لكن العسل ممكن يجلس معك سنة وسنتين في الأسواق وعلى تاريخ صلاحية ومحافظ عليه، وممكن يحصل له دمج في حوالي نص ساعة على حسب الشمس ويتلف. وطبعا الشمس انت عارف على السلع والعلب والألعاب الأطفال وكل شيء تتلفه، حتى الحذاء وانتو كرامة. صحيح. لكن يجب أن يوضع تحت 25 درجة مئوية حتى أنك تعرف أنه العسل أنه طبيعي ولا مو طبيعي. نعم دكتور إبراهيم العريفي المشرف على مختبرات جودة العسل، شكرا لك ولهذه المعلومات القيمة. العفو، أهلا وسهلا فيكم في المشاهدين. مشاهدين نحن نطلع فاصل ونرجع تاني.